خلاص. فامر اللاتس ده كنت بيعمل ايه؟ ان انا كنت باجي اي كتله باجي هنا من موديفاي واجي اديله هنا ال وانتر فبيشيل لك الكتله كلها بيسيب لك الايه؟ الاضلاع او العظم بتاع الكتله نفسها معايا؟ سواء في بوكس سواء في كون سواء اي مكان الكتله اللي انت بتعملها دي اللي احنا خدناها. طب لو انت جيت هنا مثلا عندك على البوكس ورحت انت جاي مزود هنا السيجمنتس هيزود اضلاع تمام. طب بيتكون بقى ايه عندك من اللاتس ده؟ لو انت جيت دخلت على موديفاي وادي لاتس وعمل زوم كده هتلاقي في عندك حاجتين، يا اما يظهر لك الجوينتس اللي هي دي الراس او الستراتس اللي هي السيجمنتس او الاثنين، وكل واحده من الاثنين انت ممكن تروح تزود لها الريديوس بتاعتها او السيجمنتس او السايدز معايا؟ تمام. وادي الجوينتس عايز شكلها عامله ازاي؟ وعايز الريديوس بتاعها يكون قد ايه؟ اه معايا؟ تمام. ده الكلام ده في اي كتله من كتل. وصلت؟ تمام. تعالى تاني جديد فانكشن جديد واجي اخد مثلا هنا سفير وهاجي هنا اقول له مثلا والله اعمل هنا اهو نص بوينت فايف عشان تبقى نص ده يعني واشيل السموث مثلا واجي اقول له والله روح غير لي درجة اللون وفي حاجة هناخدها بعد شوية اسمها كلون كليك يمين كلون كوبي في نفس المكان واجي اقول له هنا روح اعمل لي ال وانتر واشيل الجوينتس واقلل الريديوس شبه ايه دي؟ دي الجامع او بالجامع ودي الصخرة؟ بوينت صح؟ نزل العكس تمام معايا. فهي القصة كلها هي امر وانت بتشغل عليه ايه؟ الافكت بتاعك هي اف 10 فين؟ ما هو هنا اف 10 فوق ده بس ده بيعمل السود